الحقيقة وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل تحدثت عن هذه الغارات في اليمن، أوردت بعض الفيديوهات. لم يكن هنالك أي حديث عن مسؤولية إسرائيل عن هذه الغارات، ولكننا بالطبع لم نكن بحاجة لمصادر رسمية لنعلم بأن هذا هو الرد الإسرائيلي على انفجار المسيرة قبل يومين مساء أو فجر يوم الجمعة هنا في مدينة تل أبيب. موقع ولا قبل قليل، قبل دقائق، بالإضافة أيضا إلى موقع كان قد أورد خبرا مفاده بأنه وفق مسؤول أمريكي فإن إسرائيل كانت قد نفذت غارة في ميناء الحديدة في اليمن، استهدفت مخازن النفط، أو حسب أيضا وفق الصور التي نراها هذا الاشتعال الكبير للنيران هو بالفعل يؤشر على أن هناك ربما استهداف لمخازن نفط وربما مخازن أسلحة. حتى الآن هذه المعلومات يعني لم تصلنا من معلومات من مصادر رسمية، من معلومات رسمية، ولكن هذا ما هو متداول وفق الفيديوهات وأيضا وفق الأنباء التي ترد من تلك المنطقة. على أي حال، كما قلت، إسرائيل الرسمية لم تقل شيئا حتى الآن، هي صامتة، لم تتبنى، ربما تتبنى في الساعات القريبة وربما لا تتبنى، كما حدث مثلا مع الضربة التي واجهتها لإيران قبل عدة شهور، كانت يعني ضربة لإيران. إسرائيل لم تتبنى بشكل رسمي، الكل عرف بأن إسرائيل هي من نفذت هذه الضربة، إيران لم تتحدث، إسرائيل لم تتحدث، ومر الأمر. وربما عدم تبني مسؤولية، عدم تبني هذا الحدث، عدم الحديث عن مسؤولية إسرائيلية، ربما هو بالضبط يهدف إلى هذا الأمر عمليا، أن تكون ضربة محدودة ومن ثم تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. إن كان هناك بالفعل استهداف لمخازن نفط في ميناء الحديدة، فهذا يعني بأن أيضا إسرائيل تريد أن تنتقم للضربات الاقتصادية التي تلقتها من أنصار الله الحوثي في إيلات، الذي أعلن مؤخرا عن إفلاسه، ارتفاع في الأسعار بسبب مهاجمة السفن في البحر الأحمر، هذا يؤثر كثيرا على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي ضربة لمخازن النفط هي أيضا تؤثر على الاقتصاد اليمني، وأيضا على الاقتصاد الذي يعتاج منه أيضا الحوثيين الحوثيون كمجموعة مسلحة، وبالتالي هذا هو الرد الإسرائيلي. بالطبع السؤال الكبير الآن، هل هذه ضربة محدودة وستعود الأمور إلى طبيعتها، أم أنها مؤشر على مرحلة جديدة في هذه الحرب قد تجلب حربا أوسع إقليمية، تدخلا إيرانيا وما إلى ذلك؟ هذا هو السؤال الأساسي الآن. شكرا جزيلا لك إيمان جبور، مراسلة الغد، كنت معنا من تل أبيب، وسنعاود التواصل معك كلما جد لديك جديد حول هذا الموضوع.